مسرحية العمل: أنا بنت كريمة صبورة رحيمة، أوزع الدواء وأنشر الشفاء، أعيش في تفان لخدمة الإنسان. تدخل الحداد: أنا أبو السندان مروض القضبان، دولان بالتسخين والمطرق المتين، صناعة عتيدة لأمتي مفيدة. تكلمت الحائكة: أنا فتاة حائكة، صناعتي مباركة، فأنسج الزراب جميلة المحراب، وبهجة المرقوم وزينة الإقليم، تزيد في اقتصادي وثروة البلاد. ختم النجار: إنني النجار، آلتي المنشار، كل ما في الدار دق بالمسمار، أصله الأشجار، صاغها النجار. اقتنع الجميع بتكامل المهن من أجل رقي الوطن وأنشدوا: كلنا نسعى لإسعاد الوطن، إنما الإسعاد في ترك الكسل، وليكن رائدنا طول الزمن جودة الإنتاج وإتقان العمل.